ابين زينة بين واوشوش الوادع. ازيك يا حلي؟ وانت يا حلي عامل ايه يا اخوي؟ تمام والله، 100 100. واوشوش الوادع، شكلك مهموم وشايل من الدنيا كتير. انا عارف بختي وعارف نصيبي، الحمد لله عليك وربنا. نصيبك خير ان شاء الله. واوشوش يا اخوي. شايل كتير، شايل مسؤولية ناس كتير، ومحدش شايل همك. ارمي بياضك اتحقق مرادك. نفسك في شيء وان شاء الله عن قريب جاي يا رب. مش خسارة فيك كريم، وايدك فرطة، بس وراك ناس وحشة وعرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتفكر في شيء؟ تعرفت ازاي الكلام ده كله؟ وشوش يا اخوي، وشوش. والنبي نوشوش معاه. استنى يا اخويا انت كمان. هنوشوش معاه. دورك جاي، دورك جاي. اسمك عنتر؟ وانت اسمك عنتر؟ اه. يا استاذه، يا استاذه تعالي كده، تعالي بصي. السلام عليكم. تعالي يا حلو. اقعدي اقعدي يا شاب. والله يا عنتر الكلام اللي هقوله لك واعر، بس لازم اقوله. انت ناقص لك عبله كمان. ايه ده؟ مقيت يا اخويا مقيت. امال ايه ده؟ مقيت يا اخويا مقيت. وشوش يا اخوي. ما تهدى يا اخويا انت. وشوش يا اخوي. اللي بتفكر فيه جاي وعن قريب، وبكره تقول ام فارس قالت. الله يبارك لك يا ام فارس. بقول لك يا استاذ عنتر، ممكن ترميني ميه انا كمان تشوف لي الموضوع؟ معلش اعتبرهم صدقه، صدقه جاريه. انا عايزك، انا عايز نعرف الوشوشه دي بتوشوش ايه، ولا ايه اللي بيحصل ده؟ بتقول لك على كل حاجه انت. بص استاذ عنتر، معلش بعد اذنك ممكن ترميلها من جنيه عشان تقول لي سمعني، ولا انت عملت؟ لا يا اختي، لازم يرمي من جيبك. من جيب انا؟ اه. هات من جيبك. انت هتوشوشيني؟ بقول لك ايه؟ خد وشوش الوضع. وشوش يا اخوي. طب ما ينفعش يوقف وشوش له انا؟ جود. عندك تلات شباب. اه. والتلاتة ورد. والرابعة جاية في السكة. يو. تلات شباب ايه يعني؟ قوليه. تلات رجالة ورد زي الورد. ربنا يطرح لك طول البركة يا اخويا. ارمي بياضك اتحقق مرادك. وشوش يا اخوي. بقول لك ايه؟ طب عايز نقول لك انا لقيت معايا فلوس. ممكن تقوشوش؟ دور الجاي يا اختي، دور الجاي يا شاب. طب بصي، عايز نقول لك على حاجه. قول يا اخوي. انا ما وشوشتش ولا اي حاجه. ليه يا اخوي؟ لا اصل انت اشتغلتيني كده. ليه يا اخوي؟ ما عندكش ثلاث شباب؟ لا ما عنديش، انا ما اتجوزتش لحد دلوقتي. لا حول الله، يا عروستك جايه في السكه. لا ده انت بتدوري بقى، ده انت نصابه، نصابه دي اللي ما اتجوزتش. انا طالع. ماشي، بس هي كل اللي قالتهولي مظبوط. مظبوط ايه يا عم؟ انت هتشتغل. قولي لي، قولي لي، استنى. انا الحسمه، انا الحسمه ما بينكوا، انا الحسمه، انا عايزه اوشوش. ايوه يا اخي، ايوه يا اخي. طب وشوشي لها كده. انا عايزه اوشوش. يا حلو، ايه جميل. وشوشي يا اختي. ارمي بياضك قبل ما اسرارك تبان. رميت، انت لسه واخده 100 جنيه. ماشي يا اختي. يلا. جاي لك الخير كله والسعد. على ايدين ام فارس. اي قول ان شاء الله. ان شاء الله يا اختي، ان شاء الله. ايوه وبعدين؟ ما احنا كلنا جايين لنا السعد، كلنا جايين لنا. طب عايز اوشوش. طب بقول لك يا جماعه، ثواني بس. انا عايز كلمه بس واحده بس صغيره.
ما استنى طب انت ما ظبطتيش حالك انت ليه؟ حالي مظبوط والحمد لله راضي راضي بحالي. طب ممكن اخد الفلوس تاني؟ ليه يا اخويا تقطع عرض اختك ام فارس ليه؟ يا ام فارس انت ما كملتيش. ده نصابه يا استاذه. انا عايزه انت بتسمع كلام ده نصابه. ثواني بس انا اسف. ممكن تسمعيني؟ ممكن اقعد شويه. ده انت ولا مجهله. بقول لك ايه بقول لك ايه كرسمت مين؟ اوعى تصدق. لا لا ما نعرفوش يا اخويا. ايوه عايز بس شاب ورد 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 وجاي لك. انت عينك منه ولا ايه؟ اصبري بس جاي لك كده. عيب عيب هقول لمحمد عوض. هتوشوش يا اخويا يا شبيح ليوة. انت مش كويسه على فكره. انت بتميلي اكتر للرجاله. انت مش كويسه. وشوشتي يا اخويا. طريقك وعر يا يوسف. رواق. ايوه ايوه صح انا عرفت وعر من ايه. في واحده مكسوره ايه طلع واعر. واعر ده يعني واعي واعي. واعر 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 يعني يعني صعيب صعيب يا اخوي. من ايه؟ وطريقك مسدود 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 يا ولدي. لماذا يا فتاه؟ ارمي بياضك يا اخوي هيتحجج مرادك. ايه خد يا راجل.